اسمحوا لي ارحب بضيوفي في حلقة اليوم. معي هنا في الاستوديو سامي الحريري الناقد الحصري للبرنامج. حياك الله سامي. حياك الله ابو لطيف، سعيد بتواجدي معك وتواجدي مع الزملاء الكرام، وان شاء الله تكون حلقه جميله باذن الله. الثياب الزينه ما شاء الله. حاولنا ندعم برشلونه لكن ما نفع معهم. انت مدريدي، ايش دخلك دخل برشلونه؟ المفروض اقول لك مبروك فوز البوكا. انا ملكي هنا وهناك. ايه لازم اكون مدريدي. هنا وهناك؟ هناك في مدريد بس. ايه وهنا كذلك بعد. انت هنا تشجع الزعيم العالمي ولا لا؟ الزعيم العالمي الملكي. طيب بالتأكيد. ايضا معي خالد السعود من الاحساء عبر سكايب، حياك الله. مساء الخير ابو لطيف، امسي عليك وعلى الزملاء الاعزاء سامي الحريري والعزيز ابو صالح، وان شاء الله حلقه باذن الله مثريه ومفيده لكل من يسمعنا ويشاهدنا. هذا سامي يخلي الواحد يندم انه يساله ولا يحارشه ولا يقول شيء. ايضا معي محمد الدهش من الرياض. ابو صالح الدهش حياك الله. اهلا ابو سلطان، امسي عليك، امسي على الزملاء الاعزاء، الاستاذ سامي وكذلك الاستاذ ابو لطيف الاخ سلطان. حياك. عيدها من اول. بس باقي سامي لو يلبس الشال الابيض افضل له اتوقع من الشمال. تقصد غترة بيضة؟ الغترة البيضة. انا عندي احساس انه هو يتفائل بهذا الثوب لانه الظاهر لبسه في نهائي كاس اسيا، لكن ما ادري بتلبسه يوم الخميس ولا انت لو كل هلال يتفائل باي ثوب يلبسه حيلبس ثياب كلها على طول، يعني اي ثوب عنده بيكون بيتفائل فيه. لا ابدا ما له علاقه، انا اليوم الثوب الازرق صدقني عشان برشلونه، تمنيت انه يفوز بس للاسف يعني كعاده يعني فال زين على الهلال ونحس على برشلونه. اي شيء بيكون فال زين على الهلال، انا احيانا ذكرني بعض الجماهير يقول لك انا ما احضر الهلال الا الهلال لازم ينتصر. فاقول له طالما انك وجه خير يلا شجع فريق ثاني وخلينا نشوف ينتصر ولا ما ينتصر. الهلال منتصر سواء حضر احد. سامي لا تلبس يوم الخميس الثوب الازرق اذا ما 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 لبست انا. دقيقه انت وش امنيتك؟ ها انت ما تبي ينحس الهلال يعني؟ لا انا مباراه حلوه بس اقول لان سامي يحب الهلال فما ودي اني يضيق صدره بس. طيب يعني ودك يضيق صدر ابو لما؟ ما بيضيق صدري ابدا لان الهلال اخذ المفطح، المقبلات ممكن اذا احد اخذها ما في مشكله. طيب قبل